السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم إخواني وأخواتي ومرحبا بكم من جديد في الفيديو هذا آه اللي غادي نديرو فيه إن شاء الله الحساب ديال التكلفة لبناء منزل مساحة ديالو 115 متر مربع بواجهة واحدة واللي غادي نبنيه الإخوان في يعني هاد القطعة هادية إيغ بلوس تروا يعني السفلي آه اللي هو آه تجارية و الطبق الاول والطبق الثاني والطبق الثالث يعني ار بلس 3 اول حاجه الاخوان كنتكلموا عليها دائما في البناء هو اليد العامله اذا بالنسبه للثمن اللي غادي نديروه اللي غنبنيو عليه هنايا هو 230 درهم للمتر مربع وبالنسبه للفونداسيون يعني الطابله راه كدار بالنص ديال الثمن يعني غتجينا 115 درهم للمتر كاري اذا على بركه الله نبدا الحساب اول حاجه الاخوان بالنسبه للفونداسيون اليد العامله عندنا المساحه هي 115 متر مربع غنضربوها في 115 درهم للمتر كاري يعني الثمن ديال اليد العامله عطينا 13225 درهم بالنسبة للمواد البناء أه الحجر غادي ناخدو فياج ديال خمسة متر كوب يعني رموك وفياج ديال ديال 6 متر كوب الفياج آه ديال ديال 25 متر كوب كيدير تقريبا ما بين 2000 حتى 2500 درهم وديال 6 متر كوب تقريبا 1000 درهم بيناتهم في المجموع كتعطينا 3500 درهم آه الكياس غناخذوا فياج ديال 25 متر كوب آه 3500 درهم والرمله فايج ديال 25 متر كيوب كذلك 6000 درهم والسيمه نستعمل السيمه ديال 45 نستعمل تقريبا 120 خنشه في الفونداسيون تقريبا واحد 40 خنشه كتمشي في يعني في السوميلات وفي الساس و تقريبا 8 خنشه في الطابله يعني في المجموع كامل عطينا 120 خنشه نضربها في 82 درهم الثمن ديالها حاليا هو المجموع عطينا 9840 درهم أه الحديد ديال ستة غناخدو جوج قناطر <hesitation> أه مضروب فتمنميه و تمانين درهم عطينا الف و سبعميه و ستين درهم و الحديد ديال العشرة و طناش و ربعطاش غنستعملو تقريبا واحد العشرة ديال القناطر يعني طون تمنميه و تمانين درهم للقنطار دونك تمنميه و تمانين في عشرة كتطينا تمنالاف و تمنميه درهم والسلك والمسمار الاخوان غنستعملوا 50 كيلو بيناتهم ما بين السلك والمسمار هذا غادي نستعملوه يعني في الدار كامله يعني في جميع مراحل البناء ديال هذا المنزل هذا الثمن ديال الكيلو هو 15 درهم دونك 50 في 15 درهم للكيلو غطينا 750 درهم والانبوب ديال 200 مليمتر ديال يعني ديال الصرف الصحي آه، غناخدو 20 متر لينييغ تقريبا 50 درهم كيدير المتر 20 متر في 50 كيعطينا 1000 درهم المجموعة الاخوان ما بين اليد العاملة ومواد البناء آه غتجينا 48375 درهم يعني تقريبا 50000 درهم دونك حنا دائما كنديروا بزياده لان كاين بعض المصاريف اللي كتجي جانبية ما كنكونوش دايرين لها الحساب وكتجي حتى هي في يعني كتجي حتى هي في الحساب يعني بطريقه غير مباشره دونك آه غنزيدوها تقريبا المهم هنا غنكملوا خمسين الف درهم تقريبا الان بالنسبه للسفلي لو غيت هذا السفلي قلنا تجاري يعني غادي يكون عندنا مغازه آه بالنسبه للحساب الاخوه اللي غادي نحسبوه هنا غادي نحسبوه غير البناء وبالنسبه للثمن ديال الكراجات وداك هذاك راه غندخلوه حتى للفينيسيون دونك يعني كنقصد البيبان ديال الكراجات هذوك غندخلوهم حتى حتى للفينيسيون حنا دابا غادي نديرو غير غير البناء دونك اليد العامله عندنا 115 متر كاري غنضربوها في 230 درهم للمتر آه كاري دونك 115 في 230 درهم عطينا 26450 درهم الياجور آه الاخوان غنستعملوا الياجور ديال 12 تقريبا واحد 3000 دونك هنا بالنسبه للغيت شوسي مادام انه تجاري راه غيكون عندنا العلو يعني تقريبا واحد خمسة متر ديال العلو او لا متر ونص على الاقل دونك غيكون عندنا زياده في, في, في الياجور وفي في السيما وفي الحديد يعني جميع يعني المواد البناء راه تكون زايده دونك عندنا الياجور ديال 12 ناخدو تقريبا 3000 3000 في تلاتة دراهم الياجور غطينا 9000 درهم والياجور ديال 8 هذا ما نستعملو بزاف لان غادي نخليو خاويه يعني ما نفرقوها غتجي يعني مقازه وحده و هاد الالف ديال ياجور غنديروها فقط للفريق ما بين الحيط ديال يعني غنبنيو به الحيط اللي كيفرق ما بين الدروج وما بين المقازه وطبعا الحيط ديال الحمام دونك الف ديال ياجور تقريبا كافيه هاد الحيط هذا دونك الف في 2 دراهم عطينا 2000 درهم وبالنسبه اللي بغى يدير ف... اه... يفرق ما بين الكراجات غالبا غيكونوا جوج ديال الكراجات الا اللي بغى يفرق بيناتهم راه يزيد تقريبا واحد 1000 اخرى ديال الياجور بالنسبه للكياس غناخذوا فياج كذلك ديال 25 متر كيوب 3500 درهم والرمل فياج ديال 25 متر كيوب 6000 درهم والسيمه اه... السيمه ديال 35 غناخذوا 80 خنشه هاد 80 خنشه راه فيها البني يعني ديال ديال الحيوط والاستعمال ديال ديال البلومبي وتريسيان وكذلك المرطوب يعني هذه راه داخل فيها حتى المرطوب وحتى بالنسبه للرمله الاخوان راه كندير هذا فياج في كل طبقه اللي غادي يكون تستعمل في البني وفي في الضاله وفي المرطوب كذلك آه قلنا ثماني خنشه مضروبه في 78 درهم الثمن ديال الخنشه حاليا كيعطينا 6240 درهم والسيمه 45 هذه خاصه بالنسبه للسواري والض... والدروج والضاله آه غنستعملوا آه تقريبا غنحتاجوا 130 خنشه آه 130 مضروبه في 82 درهم غطينا 10660 درهم

بالنسبه للماء والكهرباء والتطهير يعني آه ليكتريسيتي والبلومبري يعني هنا عندنا جوج حاجات عندنا اليد العامله وعندنا السلعه اليد العامله تقريبا آه 3000 درهم اذا هذه راه بالنسبه للسفلي والسلعه كذلك ديال السفلي تقريبا آه 6000 درهم هذه راه داخله فيها السلعه ديال ديال الماء والكهرباء والتطهير آه الوردي يعني المستلزمات ديال الضاله يعني البوتريل والوردي والشبكه تقريبا واحد 12 ألف درهم آه بالنسبة للوردية الإخوان بالنسبة للدولار المساحة ديالها راه غادي يكون ما بقاش فيها 115 متر وإنما راه غادي تزاد فيها تقريبا واحد 10 10 متر ديال ديال البروزات آه تقريبا 125 ناقص آه ناقص واحد أه ولا 6 متر ديال ديال الدروج ديك الفتحه ديال الدروج دونك كتبقى لنا تقريبا واحد 120 متر كارية و الا درنا غير 100 درهم للمتر كارية راه غتجينا تقريبا اه 12000 درهم المجموعة الاخوان ما بين اليد العامله ومواد البناء اه غتجينا 98050 درهم الا زدنا داك 2000 درهم تقريبا هذه غنديروا الزياده ديال المصاريف اللي ممكن تكون جانبيه دونك حنا غنديروا في المجموع 100000 درهم الان بالنسبه للطبق الاول الاخوان بروميير ايطاج آه، بالنسبه ليد العميلة العامله عندنا المساحه هي 125 متر كاري اذا بالنسبه للبروميير ايطاج الاخوان كتزاد هذه المساحه ديال 115 غتزاد فيها آه غتزاد فيها 10 مترو ديال البروزات لان البقعه راه تجاريه يعني كيكون كتزاد مترو في يعني في البروزات مضروبه في في العدد الامطار اللي كاين في الواجهه تقريبا 10 مترو يعني كتزاد 10 متر كاري الا زدناها 115 كتعطينا 125 دونك 125 متر كاري مضروبه في 230 درهم للمتر كاري يعني التكلفه ديال اليد العامله دونك كتعطينا 28750 درهم الياجور ديال 12 اخوان غادي نستعملوا تقريبا واحد 2600 اذا نقصه شويه على على السفلي لان ما عندناش العلو بزاف آه، تيكون عندنا غير 3 متر في آه، يعني في البرومي ايطاج آه، ولا اعتبرنا ديك الزياده اللي كتزاد واعتبرنا الواجهه اللي كتبنى هي بالياجور في حين ان الواجهه ديال السفلي كتكون يعني كيكون فيها البيبان ديال الكراجات كتنقص من الـ. دونك ك ك كنستعملوا تقريبا واحد 2600 كافيه دونك 2600 مضروبه في 3 دراهم كتعطينا 7800 درهم والياجور ديال 8 هنا عندنا الفراقات يعني كيكون عندنا البيوت ويعني العناصر ديال ديال اللي كاينين في الطبق الاول لانه سكني دونك 2400 مضروبه في 2 دراهم كتعطينا 4800 درهم آه الكياس غناخدو فياج خمسة وعشرين متر كوب تلتالاف وخمس درهم والرملة كذلك خمسة متر كوب ستالاف درهم السيمة ديال خمسة وتلاتين غنستعملو خمسين خنشة فيها البني وفيها المرطوب وفيها فيها الإستعمال ديال تريسيان مضروبة في ثمانية درهم عطينا ستالاف ميتين درهم بالنسبة للسيمة خمسة غنستعملو ميه خنشة مية وعشرين خنشة آه هادي فيها السواري وفيها الدروج وفيها الضاله كنقصو شويه على# على السفلي لان كنقصوا على حسب العلو ديال ديال السواري وكنقصوا على حسب لاكور يعني بالنسبه للبرومير ايطاج واحد 10 متر ولا 12 متر راه ما كتضلاش ديال لاكور دونك حنا نقصوا غير 10 متر 10 ديال الخناشي بالمقارنه مع مع السفلي دونك 120 خنشه مضروبه في 82 درهم عطينا 9840 درهم بالنسبه للحديد الاخوان الحديد ديال 6 غناخذوا جوج قناطر في 880 درهم أعطينا 1760 درهم بالنسبه للحديد ديال 10 و12 و14 غنستعملوا 10 ديال القناطر طون يعني في 880 درهم القنطار عطينا 8800 درهم والماء والكهرباء والتطهير غنستعملوا بالنسبه لليد العامله غنحسبوا 4000 درهم بالنسبه للطبق الاول والطبق الثاني والثالث هذو كيكون فيهم كتكونوا كيكون سكنيين دونك غيكون يقدر يكون عندنا جوج حمامات يقدر يكون وكيكونوا البيوت ويعني يعني كيكون الخدمه يعني بالنسبه لليد العامله دونك نديروا لها 4000 درهم في هذه الطبقه وبالنسبه للسلعه تقريبا 8000 درهم بين ديال الماء والكهرباء والتطهير آه الورد ديال الاخوان بالنسبه للمستلزمات ديال الضاله آه تقريبا 11000 درهم يعني ناقصه بالمقارنه مع الضاله ديال ديال السفلي ناقصه آه تقريبا واحد 10 متر كاري ولا 12 متر كاري ديال ديال ديال, ديال لاكور يعني كتنقص واحد ألف درهم يعني آه إلا درنا 12 ألف درهم في السفلي يعني في, الطبق الأول وباقي الطوابق غادي يكون 11 ألف درهم دونك المجموع كامل ديال اليد العاملة زائد مواد البناء آه 100 ألف و 490 درهم آه بالنسبه للطبق الثاني يا يعني اخوان آه يعني راه مطابق للطبق الاول يعني نفس الفصاله نفس يعني المكونات يعني نفس العدد ديال الغرف وبالتالي آه يعني التكلفة راه غاتكون آه هي نفسها، إذا التفاصيل ديالها هي هذه والمجموع هو آه 100 ألف و 490 درهم، نفس المجموع اللي درنا في الطابق الأول، وحنا غادي نديروا 100 ألف درهم، يعني لكن السفلي درنا بالزيادة هنا غادي نقصوا هاد در 490 درهم، دونك غادي نحسبوا 100 ألف درهم لكل طابق، ااا الطابق آه الثالث كذلك نفس الشيء 100 ألف و 490 درهم. بالنسبه للسطح لا تيراس بالنسبه لليد العامله غادي اللي غادي تخلص تقريبا واحد 14 متر كاري هذه ديال ديال الدروج هي المساحه اللي هي مغطاه 14 متر كاري مضروبه في 230 درهم باغ متر كاري عطينا 3220 درهم الياجور باش غادي نبنيو السترا وداك بيت الدروج تقريبا واحد ألف أو مضروبة في ثلاثة دراهم دونك غنستعملو الياجور ديال طناش ألف في ثلاثة عطينا آلاف درهم بالنسبة للسيما غادي نديرو غنستعملو السيما خمسة وخاص نستعملوا أه ال 35 تاهي ولكن مادام ان الثمن متقارب راه غادي نديروا على الثمن ديال 45 دونك 50 خنشه كافيه بالنسبه للسطح فيها البني ديال ديال الستره وفيها المرطوب و والضاله ديال ديال البيت الدروج والسواري دونك 50 مضروبه في 82 درهم عطينا 4100 درهم الحديد خمسه ديال القناطر غنستعملو السواري والضاله ديال بيت الدروج دونك خمسه القناطر في 880 درهم عطينا 4400 درهم والرمله غنزيد واحد الفياج ديال خمسة 25 متر كوب هذا باش غادي نديرو المرطوب للسطح والواجهه ولاكور دونك تقريبا 6000 درهم دونك المجموع كامل ما بين اليد العامله ومواد البناء بالنسبه للسطح غتجينا آه 21920 درهم يعني تقريبا ألف درهم اذا هذا كل ما يتعلق بالنسبه للتفاصيل ديال البناء آه قبل ما نبداو الفينيسيون يعني الحساب ديال ديال الاصلاح آه بغيت الاخوان نذكركم ب الاخوان اللي مازال ما اشتركوش معنا في القناه وكانوا مهتمين بهذا المحتوى هذا فما فيها باش انكم تضغطوا على زر الاعجاب بالفيديو وتشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ولكن كان عندكم شي ملاحظات او استفسارات او تعليقات فاهلا بتعليقاتكم واستفساراتكم وملاحظاتكم خليوها لنا في خانه التعليقات وان شاء الله غادي نجاوبوا عليها في اقرب وقت ممكن آآ الان على بركه الله نبدا الحساب ديال التكلفه ديال الفينيسيون آه بالنسبه للفينيسيون اخوان اول حاجه هي غنبداو بها السفلي لو غيت شوسي اللي قلنا آه اذا بالنسبه لهاد السفلي بالنسبة للمكازا راه كاين واحد العدد ديال الناس ما كيبغيوش يديروا لها الفينيسيون في الاول تيخلوها يعني كحله و على عندك الشيء على حساب باش يفينيوها على حساب نوع ديال النشاط التجاري اللي غادي يستعملوه في في هذه المغازه أه ولكن احنا غادي ندير واحد الفينيسيون اللي هي نورمال اللي هي يمكن أه تستعمل لعده انواع ديال ديال الانشطه التجاريه أه هي اللي غادي نستعملوا في هذا الفيديو هذا دونك غنبداو اول حاجه بالجبس البلافون المساحه عندنا تقريبا ديال البلافون غتكون 105 ديال المتر كاري دونك المساحه ديال الارض اللي هي 115 ناقص تقريبا واحد 10 متر غياخذوها لنا الحيوط دونك غتبقى لنا 105 105 متر كاري مضروبه في 120 درهم للمتر مربع غتعطينا أه تقريبا 12600 درهم بالنسبه للزليجان اخوان آه المساحه غادي تكون تقريبا 120 متر كاري علاش غادي عندنا المساحه 115 غادي نقصوا منها آه 10 متر ديال ديال الحيوط غتبقى لنا 105 وغادي نقصوا واحد 5 متر وغتمشي لنا في الدخله ديال ديال الدروج دونك غتبقى لنا 100 متر وغنزيدوا عليها واحد 20 متر ديال ديال الحمام اللي غادي يكون عندنا في يعني في المكازا دونك المساحه غتولي لنا 120 متر كاري دونك بالنسبه للحمام كنقصد 20 متر ديال الحيط يعني المساحه ديال الحيط ماشي ديال الارض دونك 120 متر كاري مضروبه في 140 درهم للمتر كاري هاد 140 درهم راه فيها اليد العامله وفيها السلعه 40 درهم ديال ديال اليد العامله فيها التركاب ديال الزليج وفيها البلينته اللي كتكون لينياغ و 100 درهم هذه ديال ديال الزليج، الزليج تقريبا كيدير ما بين 65 63 المهم فهاد يعني الزليج اللي هو عادي كيوصل كاين اللي كيوصل حتى ل 70 درهم و... واللي باقيه كت... كتكون التكلفه ديال ديال السيمه والكولا والرمله وداك الشيء باش كي يعني باش كيركب هذا الزليج، دونك قلنا 120 متر كريم مضروبه في 140 درهم كطينا الف 16800 درهم الرخامة الاخوان غادي نستعملو تقريبا 30 متر كاري هاد 30 متر كاري غادي نديرو بها الدروج والدروج غادي يكونوا يعني واسعين وكاين عندنا العلو يعني غيكون عندنا دروج زايدين حيت عندنا السفلي مكازا آه اذا المساحة ديال الدروج اللي غتاخدها لنا الدروج زائد الفينيسيون ديال الباب تا هو غنديروه بالرخام غنستعملوا تقريبا واحد 30 متر كاري مضروبه في 500 درهم للمتر كاري دونك بالنسبه للرخام الاخوان راه الاثمنه راه كتختلف راه كاين الرخام اللي كيوصل حتى آلف ومئتين درهم آلف 1300 درهم للمتر كاري دونك حنا غنديروا رخام اللي هو عادي يعني ماشي حاجه غاليه نستعملوا غير ندير 500 درهم للمتر كاري دونك 30 متر في 500 درهم عطينا 15000 درهم الصباغه عندنا اليد العامله وعندنا السلعه اليد العامله تقريبا واحد 3000 درهم بالنسبه للسفلي والسلعه تقريبا واحد 4000 درهم دونك حنا الصباغه راه كنديرو الصباغه عاديه لان غير المكازه ماشي بحال ديال ديال الطبقه السكنيه الالومنيوم غندير نستعملو فقط في الباب ديال الحمام هذا من الافضل انه يكون ب يكون بالالومنيوم لان الا درناه بالخشب الخشب راه بالماء يعني من الافضل ان الباب الحمام نديروه بالالومنيوم الثمن آه، ديالو تقريبا 1300 درهم والصنيتار الاخوان الحمام ولافابو تقريبا 1000 درهم لكل واحد هذا فيه الفليكسيبلات ديالو وداكشي الروبينيات وداكشي اللي كيكون كي معاه دونك الحمام ولافابو 1000 درهم الواحد عطينا 2000 درهم والحديد آه، الباب ديال الدار تقريبا واحد 3000 درهم وجوج ديال الكاراجات 6000 درهم للواحد لان كيكونوا كراجات كبار آه لا في العرض ولا في العلو دونك 6000 آه جوع اعطينا 12000 الا زدنا عليها 3000 درهم ديال الباب اعطينا 15000 درهم المجموع كامل ديال ديال الفينيسيون ديال السفلي رجعنا آه 69700 درهم يعني تقريبا 70000 درهم آه الان بالنسبه للطبق الاول آه عندنا الجبس عندنا المساحه 100 متر

كاري مضروبه في 130 درهم للمتر مربع بالنسبه للسفليره درنا 120 وبالنسبه للطوابق السكنيه غنديروا 130 درهم باش عطينا خدمه مزيانه يعني القبس بالنسبه للطوابق السكنيه كيكون شويه فيه الخدمه كيكون فيه الديكورات شويه زايدين دونك نديروا 130 درهم 100 متر كاري في 130 درهم عطينا 13000 درهم الزليج عندنا المساحه ديال الزليج غتكون 160 متر مربع هاد 60 متر مربع الاخوان راه هي المساحه ديال ديال الارض تقريبا واحد جينا فيها تقريبا واحد 100 متر ولا 105 تقريبا الى حيدنا أه، يعني المساحه ديال الحيوط وحيدنا المساحه ديال ديال لاكور أه، وكنزيدوا عليها تقريبا واحد 55 او 60 متر كاري ديال ديال الحيوط ديال الكوزينه و، أه، والحمام دونك المجموع كامل عطينا 160 متر كاري مضروبه في 140 درهم هاد 140 درهم قلنا فيها 40 درهم ديال اليد العامله وفيها 100 درهم ديال السلعه هي 140 درهم 160 في 140 عطينا 22400 درهم الرخامة غنديرو 30 متر كاري فيها الدروج وفيها الكوزينة و وليميور ديال الصالونات الى اخره دونك 30 متر كريم مضروبه في 500 درهم عطينا 15000 درهم والصباغه اليد العامله تقريبا 4000 درهم والسلعه 6000 درهم دونك هنا بالنسبه للصباغه ديال ديال الطابق السكني راه كتكون شويه زايده فيها الخدمه لان كتكون ديكورات زوينين وصباغه زايده دونك اليد العامله 4000 درهم والسلعه 6000 درهم الالومنيوم عندنا ربعه ديال النوافذ بالنسبه للطبق الاول عندنا غالبا يكون عندنا في الواجهه ثلاثه ديال النوافذ وفي لاكور غيكون و... 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 يكون عندنا نافذه وحده والكوزينه غالبا يكون عندنا بورت فونيتر بورت فونيتر يعني كتكون باب على شكل باب وفي نفس في نفس الوقت راه شرجم باب وشرجم في نفس الوقت كيكون على شكل باب عنده كوليس أه دونك أربعة ديال النوافذ ألفين ألفين وخمسمية درهم للواحد أه كتجينا عشرة آلاف درهم والباب ديال لاكور زائد الباب ديال الحمام هادو غيكونو تاهما بالألمنيوم غيعطينا تلتا غيجيو بتلتالاف درهم تقريبا أه الخشب عندنا خمسة ديال الأبواب غالبا تيكون عندنا ثلاثة ديال ديال الغرف ومطبخ و... والباب ديال ديال الفصيل هي خمسة ديال الأبواب واللي اللي ما دارش الكوزينة ما دارش ليها الباب خليها مفتوحة راه يعطيونا غير ربعة ديال الأبواب دونك خمسة ديال الأبواب مضروبة في ألفين درهم عطينا عشرة الف درهم والمطبخ التجهيز ديالو يعني البلاكار ديال ديال الكوزينة تقريبا واحد تمنية الف درهم وبلاكار آخر غادي يدار في شي بيت يعني واحد من الغرف غادي نديرو له بلاكار هو تقريبا شي تمنية الف درهم تمنية الف درهم زائد تمنية الف درهم عطينا ستاشر ألف درهم والسانيتير غن... بالنسبه للحمام والمطبخ ولافابو آه تقريبا 4000 درهم غندير غن شي حاجه مزيانه ب... بالروبينيات ديالهم فليكسيبلات تقريبا 4000 درهم آه الحديد آه بالنسبه للشبكات ديال النوافذ والدعامات ديال الدروج غنديروهم بالاينوكس غيجي غن خدمة مزيانه آه تقريبا 6000 درهم يعني ثلاثه 3... ثلاثه ديال الشبكات ديال النوافذ و والدعمه ديال الدروج يعني الا درنا 1500 درهم لكل واحد اجينا آه 6000 درهم المجموع كامل ديال فينيسيون ديال ديال الطبق الاول اجينا 109400 درهم حنا غنكملوا 110000 درهم يعني 11 مليون سنتيم تقريبا بالنسبة للطبق الثاني الإخوان التكلفة ستكون تقريبا في ديال الطبق الأول مع بعض الاختلافات البسيطة إذا بالنسبة للقبصه الإخوان البلافورة في حال في حال 100 متر كاري مضروبة في 130 درهم المتر كاري غطينا عشر ألف درهم الزليج الزليج آه غادي نقص واحد العشرة متر كاري بالمقارنة مع الطبق الأول علاش لأن الطبق الأول تتكون الأرضية ديالو كلها مضالية لأن السفلي راه مكازة كدالة كاملة مكي مكيبقاش فيه الفتحة لاكور. بينما الطابق الثاني راه كنحيدو لاكور يعني كنقصد ديك 10 متر ولا 12 متر د لاكور الا نقصناها من ديك 160 متر كاري اللي درنا في بالنسبه للمساحه ديال الزليج دي اللي درنا في الطابق الاول كتبقى لنا 150 متر كاري دونك 150 متر كاري مضروبه في 140 درهم للمتر كاري هذه فيها اليد العامله والسلعه اجينا 21000 درهم الرخام نفس الثمن تقريبا غنديرو 30 متر كاري مضروبه في 500 درهم المتر كاري يعطينا 15000 درهم الصباغه 4000 درهم لليد العامله و6000 درهم للسلعه الالومنيوم غنديرو خمسه ديال النوافذ ماشي اربعه فحال الطبق الاول علاش لان بالنسبه للكوزينه راه هي غادي يكون فيها نافذه ما يكونش فيها باب فحال في الطبق الاول دونك خمسة النوافذ في ألفين درهم عطينا آه 12500 اتناشر ألف درهم والباب آه الباب ديال الحمام آه غادي كلفنا تقريبا ألف وثلاثمية درهم آه الخشب النجارة آه غنديرو خمسة ديال الأبواب آه ثلاثة ديال الغرف والمطبخ الباب ديال الفصيل الا الى الكوزينه ما درناش ليها الباب راه غيبقاو لنا 4 ديال الابواب دونك خمسه الا درنا خمسه ديال الابواب في 2000 درهم هذا 2000 درهم راه فيها الكوادر فيها يعني كل شيء يعني الباب كومبلي المهم أه خمسه في 2000 درهم عطينا 10000 درهم والتجهيز ديال المطبخ والبلاكار 8000 درهم لكل واحد عطينا 16000 درهم السانيتير الحمام والمطبخ ولافابو 4000 درهم والحديد آه يعني غنديرو إينوكس، الشبكة ديال النوافذ والدعامات ديال الدروج آه درهم. المجموعة الإخوان غتجينا ميه ألف درهم، حنا غنديرو تقريبا ميه وعشرة ألف درهم، يعني عشر مليون ديال السنتيم ونفس التكلفة غادي تكون في الطابق الثالث، تخوازيام إيطاج، حتى ميه أه وثمانية ألف درهم، دونك حنا ميه وعشرة ألف درهم. الان بالنسبه للفينيسيون ديال السطح الاخوان آه الفينيسيون السطح كيكون عندنا الزليج والصباغه والحديد هذا الشيء اللي كيكون في الفينيسيون دونك الزليج المساحه غتكون 105 متر كاري دونك آه عندنا المساحه ديال ديال السطح Uh, 115 زائد 10 متر ديال ديال البروزات هي 125 وغنقصوا uh, 20 متر ما بين لاكور وما بين uh, المساحه اللي غادي يشغلوها الحيوط دونك كتبقى لنا 105 105 uh, متر كاري مضروبه في 140 درهم المتر كاري هذه السلعه و وليد العامله دونك عطينا 14700 درهم والصبغه غنديروا الكريفي السطح او والواجهة او غن الواجهه غنديروا لهم الكريفي تقريبا واحد 2500 درهم لكل يعني مرحله السطح غنديروا 2500 لاكور 2500 والواجهه 2500 آه غتجينا في المجموع 7500 درهم والحديد عندنا الباب ديال السطح والعلاقات والنشارات المجموع ديالهم تقريبا واحد 3500 درهم اذا التكلفه أه ديال الفينيسيون ديال السطح 25700 درهم <سؤال> كخلاصة اخوان اللي ما سبق، آه عندنا هاد الجدول هذا غادي نديرو فيه التلخيص ديال ديال هاد المعطيات السابقة، دونك عندنا آه بالنسبة للأساس مواد البناء خدنا خمسين ألف درهم، آه السفلي خدنا مية آه ألف درهم يعني في البناء، وتقريبا سبعين ألف درهم في... في الإصلاح، الطبق الأول تاهو كذلك مية ألف درهم في البناء و110 ألف درهم في الإصلاح نفس الشيء بالنسبة للطابق الثاني 100 ألف درهم للبناء و110 ألف درهم للإصلاح والطبق الثالث كذلك 100000 درهم للبناء و110000 درهم للاصلاح، دونك الاخوان دونك اللي لاحظتوا هنايا عطاتنا البناء في كل طبقه عطاتنا 100000 درهم يعني 10 مليون سنتيم، والفينيسيون عطانا 11 مليون يعني 110000 درهم، يعني كل طبق بنيناه راه غنزيد غنحسبوا يعني ما بين البناء والفينيسيون 21 مليون، إذا الا نقصنا شي طبقة مثلا بنينا الطبق الأول والثاني، وما بنيناش الطابق الثالث راه غادي نحسبوا غير 21 مليون لكل طابق يعني يعني بالفينيسيون والبناء والبناء طبعا دونك اه هنا السطح كذلك خدنا 22 الف درهم في البناء و 26 الف درهم في الفينيسيون المجموع ديال ديال البناء الاساس والسفلي والطبق الاول والطبق الثاني والطبق الثالث والسطح عطانا 472 الف درهم والفينيسيون 426 الف درهم تزود بالماء والكهرباء غنديروا عشرين ألف درهم هناك كاين اختلافات كبيرة على حسب المنطقة وعلى حسب آه، كل مدينة. حنا غنديروا عشرين ألف درهم كمتوسط. آه، المجموع كامل ما بين البناء والفينيسيون والماء والكهرباء تسعمية آه، ألف درهم يعني. تقريبا 920 الف درهم يعني 92 مليون ديال السنتيم الا بنينا الاخوان غير السفلي آه والطبق الاول والطبق الثاني حبسنا حد ار آه ار آه آه بلس 2 راه غنقصوا 21 مليون يعني 10 المليون ديال البني و11 مليون ديال ديال الفينيسيون غنقصوا 21 مليون غتجينا آه 71 مليون يعني 710 الف درهم يعني اللي بنا اخ بلس 2 غتجي 71 مليون واذا بنينا غير ار بلس 1 أه؟ غنزيد وننقصو عا 21 مليون اتبقى لنا أه تقريبا 50 مليون سنتيميا المهم كنتمنى الاخوه يكون هاد المعطيات هادي أه فدتكم مزيان وتكونوا انكم خديتو كل ما أه تحتاجونه من معطيات في هاد الموضوع هذا ما تنساوناش الإخوان اذا عجبكم هذا الفيديو هذه الشروحات هذه ما تنساوناش بالضغط على زر الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد وتبارطاجيو هذا الفيديو مع زملائكم مع اخوانكم اذا كان اي واحد كتعرفوه محتاج لهاد المعطيات هذه شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله